النشرة الإخبارية الأخيرة مباشرة من الأولى، إليكم العناوين. وبعد مدن تطوان والرباط، مدينة فاس تحتضن المرحلة الثالثة من الاحتفال باليوم العالمي للفن من خلال معرض جماعي لفنانين مغاربة وأجانب. ونختم الصفحة الثقافية للنشرة بزيارة المعرض التشكيلي الجماعي المقام بمدينة فاس. المعرض يقدم لأعمال عشرات الفنانين التشكيليين المغاربة والأجانب في إطار المحطة الثالثة من برنامج الاحتفال باليوم العالمي للفن الذي سبق أن احتضنته مدن الرباط وتطوان. هدى مساهل ومصطفى الزهيري. الاحتفال باليوم العالمي للفن لابد أن يكون بلمسة إبداعية يصنعها الفنان بنفسه. هنا أعمال تشكيلية لفنانين تختلف مدارسهم وانتماءاتهم الإبداعية ليوحدهم حب الفن والترويج لقيمة الإبداع. فبعد محطة تطوان والرباط، فاس تحتفي باليوم العالمي للفن. اليوم في ثالث وآخر محطة اللي كتعرف المشاركة ديال 50 فنان تشكيلي ينتمون لمدارس مختلفة، منها الانطباعية، منها التجريدية، منها التشخيصية، فجميع المحطة. منها كذلك عندنا لوحات إفريقية من كونغو كينشاسا، من الكوت ديفوار، وعندنا كذلك مدارس من أوروبا ومن رومانيا تحديدا. المعرض يضم أساليب متعددة، منها الأسلوب التشكيلي والأسلوب الواقعي والأسلوب السوريالي وغير ذلك من الأسانيب الفنية، وهذا يمنح تلاقح وتبادل مهارات وتجارب بين الفنانين. تعددت ألوان ومواضع اللوحات في هذا الفضاء الذي فتح أبوابه لكل عاشق للفن التشكيلي بمختلف اتجاهاته، وقدم للفنان التشكيلي المغربي فرصة لفتح قنوات التواصل مع فنانين من مختلف أنحاء العالم. شارت بلوحة تشكيلية تنعبر عليها على التأخي، يعني بصيغة يعني الفنان، بأنه الفنانة كاملين. هذه المشاركة في هذا الملتقى هي كانت مشاركة مميزة، لأن فعلا هذا المعرض كان ناجح 100%. وتعد هذه التظاهرة مناسبة سنوية لتقييم الحصيلة الفنية المغربية وإبراز أهمية الفن والثقافة في نسج خيوط التبادل الثقافي والحضاري بين البلدان على الصعيد العالمي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.